بيتي؟ أهلا بيكي باي، إلى متى انظران؟ ريمبو داش، أليست أجرأ مهرة مجنحة؟ أعني أشطر مهرة؟ مبهرة. أوه نعم، هذا جيد، إنها مبهرة. لتكون فرح هي الرضا هي العمل وهي تطفي وجع الأمل يا الصداقة وحب يأتي على دوام. هل ستكون بخير؟ أنا قلقة. هل سيظل وجهها هكذا؟ العصارة السريعة. كيف حالها أيها الطبيب؟ ستكون بخير، لحسن حظها أن لها صديقات مثلكن. إلى متى يجب أن أبقى هنا؟ لدي مهام أقوم بها. يعتمد الأمر على عملية الشفاء، لكن على الأقل عدة أيام. عليكن إخراجي من هنا، سأتسلق الجدران. مثل العنكبوت، هل أعطى الحادث قوة مثل العنكبوت؟ لا، ولم يعطيها قوة شفاء عجيبة. عليها البقاء في الفراش بضعة أيام. بضعة أيام؟ يمكن أن تكون بضعة أشهر أو سنوات. الأمر ليس سيئاً يا ريمبو داش. أعتقد أن الطعام هنا أكثر من لذيذ. وزير المستشفى يتماشى مع الستائر. انظري، زميلتك في الغرفة. رحلة البحث عن حجر الياقوت؟ إنها القصة الأولى في السلسلة، أحتفظ بها كلها. لا شكراً، أنا لا أقرأ أبداً، أنا رياضية بالفعل. القراءة للحمقى أمثالك يا تويلايت، لكن لا أحب القراءة أبداً، فهي بلا شك وبلا أي نقاش مملة جداً. مملة؟ هل هي جادة؟ من لا يحب قراءة قصة ممتعة؟ القصة الجيدة أمر رائع مثل الملابس الحريرية في الحفلات الراقية. القراءة للجميع يا ريمبو داش. نعم، أنا أحب القراءة، وأنا لا أعتقد أنني من الحمقى، فأنا مرحة وأحب المرح، أحب المرح وأحب الفرح كذلك. حسناً إذن يا فتيات، تحتاج ريمبو إلى الراحة، يمكنكن زيارتها غداً. هذه القصة ستعجبك، فديرينغدو مثلك، مغامرة قوية وبلا شك ولا أي نقاش، لا تخاف من شيء. تمشي في الغابة الاستوائية، كانت الحرارة تستنفذ طاقتها وتثقل كل خطوة تأخذها. لو تمكنت من الهروب من الأرض والانطلاق في الهواء لكان من السهل عليها النجاح، لكن هبوطها الاضطرارية في الغابة جرح جناحيها ومنعها من الطيران. بضعة أيام قد تكون بضعة أشهر أو بضعة أعوام.
أتفق معك يا فتاة. كان طنين البعوض عالية وأصوات الطيور عالية من فوق الأشجار، لكن لم تمنعها هذه الأصوات المزعجة من سماع صوت الحيوانات المفترسة التي تتبعها. وتمكنت ديرينج من التقاط أنفاسها. التفتت وراءها ووجدت نفسها وجهاً لوجه أمام المعبد المفقود الذي كانت تبحث عنه منذ 60 يوماً وليلة. لا أريد أن أعترف، وبالتأكيد لن أعترف أمام صديقاتي. أحب هذه القصة. أنا أحب القراءة. أنا حمقاء. كانت ديرينج دو تشم رائحة الخطر وهي تحاول أن تتسلل إلى المعبد المهجور. لعبتك المفضلة. ها؟ نعرف أنك تحبين الفوز. ابدأي اللعبة يا رينبو داش. لا لا لا، ابدأي أنت. حسناً، سأسحب 3. يا للحظ، لقد كشفت أسلحتي. دورك. السحابة الخامسة؟ عثرت على النورس. السحابة الثانية؟ أصبت مهرة الطقس. أصبت نحلتي. والصاعقة. إنها السحابة الأخيرة، عثرتما عليها. أنا خسرت. لكن رينبو داش، أنت لم تحصلي على دورك. نفوز أحياناً ونخسر. لكن أنت لا تخسرين. لا أذكر أنك خسرتي في اللعب. شرفتما. لكن كنت تبحثين عن أي مغامرة أمس. من تحدث عن المغامرات؟ قلت لكن لست مهتمة بالقراءة. حان وقت النوم. يسعدني أنك لا تشعرين بالملل. حسناً. وقفت ديرينج دو أمام مدخل الغرفة الرئيسية للمعبد. أخيراً كانت تقف أمام تمثال الياقوت الأزرق الأسطوري. لابد من وجود نمط ما. ما القاسم المشترك بين هذه الحيوانات؟ أها، كلها حيوانات مفترسة عدا الفئران.
كيف حال مريضتنا اليوم؟ يجب أن نفتح النوافذ. تتصببين عرقاً كأنك وقفت تحت الشمس. حسناً فتيات، شكراً لزيارتكم، لكن يا فتيات، حان وقت العشاء يا ريمبو داش. في الوقت المناسب، أنا أشعر بالجوع. حسناً لا تقلقي يا ريمبو داش، تناول الطعام. في الحقيقة نراك غدا يا ريمبو داش. تصورت أنك ستهربين مني وتأخذين الأثر لنفسك، لكن أنت مخطئة حقا يا إيسا دو. والآن ستكون هذه نهايتك. من هذا المزعج؟ لن تفلت بفعلاتك هذه أبداً. لقد فعلت بالفعل. ليس مجدداً. ريمبو داش. صباح الخير. صباحا. صباحا سيدي. سهرتي طوال الليل؟ لا بالطبع. حسنا لننهي الأمر. أهنئك يا ريمبو داش، يمكنك الخروج من المستشفى. ماذا؟ في نهاية اليوم؟ لا، على الفور. على الفور؟ على الفور الآن؟ على الفور، على الفور. لا أشعر بتحسن. والآن اعتني بنفسك يا ريمبو، يجب أن يستريح جناحك لمدة أسبوع. وكيف سأعرف ما الذي حدث لديرينج دو؟ هل سيهرب أو يزود بالتمثال الصغير؟ ماذا سيحدث لديرينج؟ أها، توايلايت عندها نسخة، لكن لن أطلبها منها بعد أن قلت لها حمقاء. أشعر بتوعك شديد الآن. ألم. 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 ريمبو داش، ماذا تفعلين هنا يا ريمبو داش؟ حسناً، جناحي ما زال يؤلمني. هنا الألم. كنت أفحص جناحك السليم. نعم، حسناً، أعتقد أنه يؤلمني الآن. أعتقد أنني أعرف المشكلة، حالة من الكسل الشديد جداً. لكن أسأت فهم الأمر، أنا لست كسولة. أنت بخير يا ريمبو داش، أمهلي نفسك بعض الوقت وستكونين بخير. طاب يومك يا ريمبو داش. اعتلي بنفسك. ماذا سأفعل الآن؟ لن أتمكن من النوم قبل أن أعرف ما حدث لديرينج دو، وقد تكون هذه فكرة جيدة. هناك من يحاول سرقة حذائي. لا أريد أن أسرق خفك، أحاول أن أسرق هذا الكتاب. قف مكانك.
لماذا تسرقين الخف؟ هاي، عد إلى المستشفى. ما سر الضجة؟ أعتقد أنها جلبة وليست ضجة. ما الذي يجري يا ريمبو داش؟ أنا حمقاء. ماذا؟ أنا كنت أحاول العودة إلى المستشفى كي أفرغ من قراءة القصة. ديرينج دو ورحلة البحث عن تمثال الياقوت. هذا صحيح. إنها قصة شيقة، لكن لم أكن أعرف أنها ستدفعك للسرقة. شيقة؟ إنها أكثر من رائعة. هذه القصة بلا شك وبلا أي نقاش شيقة للغاية، لكن اضطررت لتركها لأنهم أخرجوني من المستشفى. حسناً، لحسن الحظ أن هذا هو السبب. لا يوجد ما يدعو لإثارة الضجة. جلبة! إثارة الجلبة؟ لأنك تحبين القراءة. كما قلت لك، أمتلك قصص المجموعة، يمكنك استعارتها في أي وقت. شكراً تويلايت، سامحوني على ما سببته من متاعب. كنت أعتقد أن القراءة لأمثالك من الأذكياء. ريمبو داش، كونك رياضية لا يعني أنك لست ذكية. نعم، انظري إلي. القراءة هواية يستمتع بها الجميع إذا أعطوا أنفسهم فرصة. نعم، فهمت. لا يجب أن أسخر من شيء. هذا درس عظيم وموضوع رسالة شيقة للأميرة. هل كتبت كل هذا؟ نعم. رائع، اكتب الرسالة. علي قراءة القصة. بعد التخلص من ديرينج دو سيعاني العالم على يدي. أنا منتصر! سأخذ هذا. ماذا؟ لا! حظاً طيباً المرة المقبلة. سأنتقم منك يا ديرينج دو. وبعد هزيمة أوي زاوت واستعادة تمثال الياقوت، أصبح العالم في أمان من جديد بفضل ديرينج دو. ديرينج دو والكأس العجيبة. مدهش. فلاتر شاي، أمل عبدالله، أبل جاك، وثام نيل، راريكي، إنجي جمال، توايلايت سباركل، أميرة عامر، سبايك، حمدي عباس، رينبو داش، ناريمان نيازي، سكوتالو، أسماء عبد الحميد، سويتي بيل، إنجي جمال، أبل فلوم، أسماء عبد الحميد، تشيرلي، آية حمزة، جراني سميث، سهير البدراوي، بينكي باي، إنجل بيستاوي. النسخة العربية SDI ميديا، ترجمة داليا الصاوي، إخراج أحمد عبد الحميد.